بالنسبة للناس اللي تدعي لحل الربط الوطني حمد الثوري، هل إنه معناها دعواتهم هذه تكون في إطار القانون أو في غير إطار القانون؟ كان في إطار القانون هناك ملف قضائي اللي باش يحكم به القضاء، بحكم إنه اليوم في تونس نحن معناها هدف من أهداف الثورة اللي يكون قضاءنا مستقل وقضاءنا معناها يحكم بالملفات اللي قدامه وبعيد عن الضغط السياسي. وهناك إذا حكم بالحل هناك معناها هيئة الدفاع باش تقوم بالعمل نتاعها وهذا واضح، وإذا معناها حكم بملف اللي قدامه نحن نباركوا الحكم نتاعو ونباركوا استقلالية القضاء. هذه حاجة الأولى. أما بالنسبة للناس اللي يقولوا يحلوا معناها حل الرابط الوطني حمية الثورة كيك في البلاتوات وفي المجلس الوطني التأسيسي بحكم هم ما عندهم حد شيء يدين الرابطة، ولكن من باب كيف يقولوا فيها من باب مزايدات السياسية، نقول لهم زيدوا حاولوا بلكش ربما ينهار معناها توصلوا للمبتغى نتاعكم، ولكن بالطريقة هذه ربما أن الشعب التونسي اليوم فقدتم مصداقيتكم معاه. اليوم أنه تدعي بالديمقراطية وتتشدق بالديمقراطية وطالبوا اليوم في تونس بعد ثورة بحل جمعية مجتمع من مكونات المجتمع المدني، هذا اختر بصراحة على الحرية في تونس، اختر على الديمقراطية في تونس، اختر على مسار العدالة الانتقالية في تونس.